الأوضاع الأمنية في مدينة الطوز ما زالت شبه مستقرة ولم تتأثر كثيرا بالأحداث السياسية التي شهدت المنطقة، والجدل القائم حول الاستفتاء فيما نفت إدارة القضاء قدوم قوات إضافية للمنطقة، مشيرة أن الاستفتاء سيشمل بعض مناطق الطوز. زيادة عدد القوات أو جلب القوات من الحكومة المركزية ومن حكومة تقليم كردستان عار عن الصحة وغير صحيحة. قد يكون هناك بعض نوع من الحركة، وهذه الحركات فردية أو من قبل أمر لواء أو أمر فوج، ولكن كقوة مستقدمة من خارج القضاء أنا لن أسمع أو لن أرى. التركمان الذين يشكلون الطرف الآخر القوي في المعادلة السياسية والعسكرية في الطوز أشاروا إلى أن المدينة ستبقى آمنة، إلا أنهم شددوا على عدم إجراء الاستفتاء في الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين كما جاء في قرار مجلس المحافظة. ليس هناك شيء يخوف، الحياة طبيعية ولا بحاجة إلى أن نسمع هذه الدعايات، لأن الطرفي الكردي والتركماني مصرين على الهدوء ومصرين على أن يجعل الدوز أو يبقى الدوز آمنة. مواطنون من الكردي والتركمان لم يختلفوا مع الوجهات السياسية المطروحة، حيث أكدوا على التعايش الموجود، فيما أشار التركمان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، إلا أن الكرد لم يخفوا رغبتهم في أن يكون لهم دولتهم المستقلة. الله شاهد، أنا أفتر بالدوز، يم التركمان يم العرب يم الأكراد وأنا كردي، ولحد الآن ما شفت واحد مسلح يفتر بالدرابين ويطلعون دعايات وناصبين مدافع، والله كله كذب. الوضع السياسي المتأزم ما يأثر على الوضع الأمني للمدينة إن شاء الله، وإن شاء الله لأن إحنا تصغر ماتوا مدينة متآخية منذ آلاف السنين عايشين ويا جيران الأكراد ويا العرب. رغم كل التصريحات السياسية التي يدلي بها المسؤولون، إلا أن المدينة ما زالت مقسمة بجدران كونكريتية بين الكرد والتركمان، والذي تشكل عائقا كبيرا أمام التنقل. سوران الداودي، الحرة، كركوك.